أهلا وسهلا. وصولنا الآن إلى أخبار خاصة جدا. أول خبر بيقول بالذكاء الاصطناعي كفيف يعدو 5 كيلومترات منفردا. تمكن رجل كفيف من الركض مسافة 5 كيلومترات في سنترال بارك بنيويورك دون الاعتماد على كلب أو مساعدة بشرية، وذلك بالاستعانة فقط بالذكاء الاصطناعي عبر سماعات موضوعة في هاتف ذكي. وقال توماس بانيك الذي يبلغ 50 عاما: أكثر شيء أمانا لرجل كفيف هو أن يظل في مكانه، لكنني لا أظل في مكاني. الذي فقد بصره مطلع العشرينات من عمره بسبب حالة وراثية، ويدير حاليا مدرسة للكلاب المستخدمة لمساعدة المكفوفين. وسئم الرجل الشغوف بسباقات الماراثون من الاستعانة بكلاب بطيئة لهدايته الطريق، وقرر منذ نحو عام إيجاد وسيلة للركض بمفرده. وتحول بانك الذي يؤمن بأن الإنسان ولد ليركض إلى جوجل لإيجاد وسيلة للهاتف كي يدله على الطريق. وتعاون الرجل مع شركة جوجل لإعداد برنامج بحث، وتلتقط كاميرا الهاتف الذكي خطا إرشاديا مرسوما على مضمار الركض، ويرصد التطبيق موقع الشخص ويزوده بإرشادات سمعية عبر سماعة الأذن. آخر خبر بيقول أخيرا مودرنا تعلن رسميا سعر لقاحها المنتظر. بعد انتظار وترقب دام لفترة طويلة، كشف الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا ستيفان بانسيل الأحد عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركته، والذي حقق نتائج واعدة جدا بمرحلة التجارب، وينتظر العالم طرحه خلال أسابيع قليلة. وقال بانسيل لصحيفة فيلت الألمانية إن الشركة ستحدد للحكومات سعرا يتراوح ما بين 25 و 37 دولارا لكل جرعة من اللقاح، وذلك اعتمادا على الكمية المطلوبة. ونقل عنه قوله: لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الإنفلونزا الذي يتراوح بين 10 دولارات و 50 دولارا وفق ما وردت رويترز. والاثنين الماضي قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في المحادثات مع الشركة إن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع مودرنا لشراء ملايين الجرعات من اللقاح بسعر أقل من 25 دولارا لجرعة. كما كشفت مودرنا أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على بيانات مؤقتة عن تجارب إكلينية بلغت مرحلة متأخرة لتصبح الشركة الأمريكية بذلك المطور الثاني الذي يقدم نتائج تجاوزت التوقعات بكثير بعد شركة فايزر وشركتها بيونتك.